بغيتي تشري طوموبيل هو خصك تعرف منه هذا واحد القرار كبير غايبان لك معقد شي شويه فرق انت قد لها ماشي اللي كاينه ديرها في بالك شوف باش تشري طوموبيله جديده ولا وحده مستعمله شي كامل كيرجع لك انت وشنو اللي كتحتاج شنو اللي كيهمك انت اللي كنتي باغي طوموبيله جديده والتكنولوجيا الزوينه والراحه النفسيه اللي كتعطيك ديك الكارونتي ديال الطوموبيله الجديده راه دونك انت راه خاصك تشري من جديد بحال اللي كتحس براسك كدلع راسك شي حاجه اللي غادي تكون ديك انت الاول جربتها وزيد عليها ما كاين ما احسن داك الاحساس ديال انت اللي غادي تشد الطريق لاول مره بها. دابا نرجعوا لبوعو الطوموبيله القديمه. الطوموبيله القديمه اللي كتشريها راه بحال هي شي شريك ديال الحياه اللي كان ديجا دار شي دوره في الحياه ولكن مازال عنده العزيمه الاصرار وكتوفر به بطبيعه الحال فلوس وكتهرب من داك النقصان معلم ديال ملي كتخرج الطوموبيله دوبل في النهار و تطيح في 6 ديال المليون ومع شي شويه ديال البحث و تقدر تلقى شي جوار اللي تهلا فيها مولاها مزيان. تخيل القصص اللي يقدر يعاودها لك مولاها و اللي تقدر انت تعاودها لذاك اللي يعاود يشريها من عندك كي هو الا اختارتي الطوموبيله القديمه راك غتحتاج لي تفكرني. اهلا بك سيون كارس.